بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم وعلى آله وصحبه أولي العزائم والهمم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التين. وسورة التين سورة مكية وآيتها ثمان آيات، ويقال إنها مدنية، يعني هناك خلاف في سورة التين هل هي مكية أو مدنية. أيد الأول أنها مكية بقوله تعالى وهذا البلد الأمين. وأيها ثمان، وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي، هي المفروض ثبت لأن ذا حديث رواه الجماعة فلا يقال فيه روي بصيغة التمريض، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى، قوله تعالى والتين والزيتون أي المأكولين، أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين اللي هي التين والزيتون، وطور سينين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى. طبعا هو جاء في موضع آخر في القرآن بطور سيناء، ها سيناء، لأنه اللفظ أصلا عجمي، فالعرب تتلاعب بالأسماء العجمية، فأحيانا يقولون إيه سيناء وأحيانا يقولون سينين، لأنه ليس أصلا لفظا يعني عربيا. فطور سينين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى، ومعنى سينين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة. وهذا البلد الأمين مكة سمي أمينا لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان هنا جنس الإنسان، في أحسن تقويم أي في أحسن تعديل لصورته وتسوية أعضائه، في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه في بعض أفراده، مش كل الإنسان بيرد إلى أسفل سافلين، ممكن واحد يموت وهو شاب قبل أن يرد إلى أرض العمر. ثم رددناه في بعض أفراده أسفل سافلين، كناية عن الهرم والضعف، فينقص عمل المؤمن زمن الضعف عن زمن الشباب ويكون له أجره. ولذلك قال بعدها مباشرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا بمعنى لكن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. وفي الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. لأن عارض المرض أو السفر هو الذي أقعده، فكذلك المرض الدائم في الشيخوخة بحيث يعجز الإنسان عن أن يأتي بالأعمال التي كان يأتي بها من قبل، يكتب له الأجر الذي كان يفعله في حال الصحة، لأن العذر الذي ثره هو الذي أعاقه عن ذلك. حتى لو كان الخرف، خرف الشيخوخة أو الزهايمر أو الأشياء دي كلها، بحيث يصبح حيرا فاخذ العقل، ومع ذلك يكتب له أجره كما كان يعمل في الايه
في صحته وقوته. فلذلك قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، حينما يضعف ضعفا شديدا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، المرض لا يقطع عنهم إيه؟ عملهم الصالح، وإنما يمتد عملهم لأن المرض هو الذي أقعده. فما يكذبك بعد بالدين. طبعا قول هنا ثم رددناه أسفل سافلين، ما يعرب أسفل؟ هي مفعول به ثان، لأن فعل رد، رد ينصب إيه؟ مفعولين. ما دامت رد بمعنى إيه؟ رجع، رجع، واضح؟ ما دامت رد تأتي معنى رجع فهي تنصب مفعولين. ثم رددناه لها مفعول أول، أسفل سافلين مفعول ثاني. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فكفارا مفعول به ثان، لأن رد هنا بمعنى يرجع. قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، الفاء الفصيحة، أي إن علمت هذا أيها الإنسان، فما يكذبك أيها الكافر بعد، يعني بعد ما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض العمر الدال على القدرة على البعث. فما يكذبك بعد بالدين، الدين هنا الجزاء المسبوق بالبعث والحساب، أي ما يجعلك مكذبا بذلك. ولا جاعل الله، أليس الله بأحكم الحاكمين، أي هو أقضى القاضين، وحكمه بالجزاء من ذلك، أي من جملة قضائه. وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني إذا تلا قوله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، فتقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، رواه أبو داود وأحمد مرفوعا. قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، الأمين بمعنى الآمن. ألم تعلمي يا أسمو ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، أي آمني. لم يختلف المفسرون في أن البلد الأمين هنا مكة المشرفة، الآمن أهلها أن يحاربوا، كما قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وأما المقسمات بها قبل ففيها أقوال للسلف لاحتمال موادها لكل منها، فبعض قال والتين والزيتون، التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر، وخصهما لكثرة فوائدهما وعظم منافعهما. وقيل التين هو الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الذي عليه بيت المقدس، بعضهم قال التين مسجد دمشق والزيتون بيت المقدس، وقيل التين مسجد نوح الذي بني على الجودي والزيتون بيت المقدس. فظهر أنهما الشجران المعلومان أو جبلان أو مسجدان، وصوب ابن جرير الأول منها اللي هي الثمرة المعروفة التين والزيتون، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون. أو يراد منابت، القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون. وإن كان في فلسطين في يعني جبل اسمه جبل الزيتون، هذا معروف، وفيه صعد المسيح لكي يرتفع إلى السماء، ويسمى أيضا تور زيتا، تور زيت أو تور زيتا. على أي الأحوال هناك مناسبة واضحة جدا بين طور سينين وبين طبعا طور زيتا، وطور سينين اللي هو سيناء والبلد الأمين. يقول ابن كثير هذه محال ثلاثة، بعث الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محل التين والزيتون وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليهما السلام، والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.
هو هنا بعض المفسرين بيقول إيه؟ على أن فيما صوبه ابن جرير تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين. يعني إذا قلنا بكلام ابن جرير إنه هو التين اللي هي الإيه؟ الشجرة التين، والزيتون أيضا الذي يعصر، وطور سينين ها وهذا البلد الأمين، فبيقول على كلام ابن جرير تبقى المناسبة، مناسبة جمع هذه الأنواع الثلاثة في نسق واحد غير مفهومة. فالأرجح أنها فعلا مواضع، مواضع إشارة إلى مواضع معينة، والتين والزيتون هذا موضع، وطور سنين موضع، وهذا البلد الأمين موضع، عشان يكون في تناسخ بين الإيه الثلاثة. فيقول القاسمي وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، فعلى القول بأنها مواضع ثلاثة، مش التين والزيتون الشجرة، لا مواضع التين والزيتون، بالذات جبل زيتا اللي هو أو طور سيدا فين في فلسطين. ففي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، جاء في التوراة جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران، موافق تماما لهذه لصدر هذه السورة الشريفة. جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى عليه السلام، واستعلن من جبال فاران. ومعروف في التوراة أن كلمة فاران معروفة عندهم في التوراة، حتى في عند ذكر إسماعيل عليه السلام أنه نشأ في برية فاران وهي جبال مكة، فاران جبال مكة، ونص التوراة يدل على أنها جبال مكة، لأن فيها إيه؟ أن إسماعيل عليه السلام نشأ في برية فاران أي جبال مكة. فكذلك هنا واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم، فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. ومراده ببعض الأئمة، يعني الإمام ابن كثير بيقول قال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة إلى آخره، فمراد الإمام ابن كثير بكلمة بعض الأئمة حبيبه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن كثير كان يعني متيما بحب شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يحب حبا جما، حتى إنه أوصى أن يدفن بعد موته بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كان. فيقول هنا ومراده ببعض الأئمة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان، فإنه ذكر ذلك في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل شهادة الكتب المتقدمة بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية جاء الله من طور سيناء، وبعضهم يقول في الترجمة تجلى الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. قال كثير من العلماء ليس بهذا خفاء على من تدبره ولا غموض، لأن مجيء الله من طور سيناء إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا، كذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله على المسيح الإنجيل، وكان المسيح من ساعير أرض الجليل بقرية تدعى ناصرة، وباسمها تسمى من اتبعه نصارى، وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعيرة بالمسيح فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران وهي جبال مكة. قال هذا كل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة، فإن ادعوا أنها غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم، قلنا أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران، وقلنا دلونا عن الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران، والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح، أوليس استعلن وعلن بمعنى واحد وهما ظهر وانكشف، فهل تعلمون دينا
ظهر ظهور الإسلام وفشى في مشارق الأرض ومغاربها فشوة. وقال أبو هاشم ابن طفر: ساعير جبل بالشام، منه ظهرت نبوة المسيح عليه السلام. قلت: وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم ساعير، ولها جبال تسمى جبال ساعير. وعلى هذا فيكون ذكر الثلاثة الجبال: جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه، وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله من الجبال جبال كثيرة، وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم. وفيه كان ابتداء نزول القرآن، والبرية التي بين مكة وطور سيناء تسمى برية فاران. ولا يمكن أحدا أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي، فعلم أن ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، أو إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني، فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، وهذه الكتب نور الله وهداه. وقال في الأول اللي هي يعني أشرخ اللي هو النص جاء الله من طور سيناء، فأول شيء التوراة قال جاء الله أو ظهر من طور سيناء، وفي الثاني وأشرق من جبال سعير، وفي الثالثة قال إيه واستعلن من جبال فاران. وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك، جاء أو ظهر مثل الفجر، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس، أشرق وأشرق من جبال سعير، زاد به النور والهدى. أما نزول القرآن قال فيه إيه واستعلن من جبال فاران، فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء، ولهذا قال واستعلن من جبال فاران. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في شرق الأرض وغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين، كما يظهر نور الشمس إذا استعلنت في مشارق الأرض ومغاربها، ولهذا سماه الله سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، وسمى الشمس سراجا وهاجا. والخلق محتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج، فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت، بل قد يتضررون به في بعض الأوقات، وأما السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت وكل مكان، ليلا ونهارا، سرا وعلانيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ده التفكير العاقل والمنطقي، الربط بين هذه الأماكن الثلاثة في التوراة وبينها في هذه السورة الكريمة. لكن ممكن بقى من ضعفت عقولهم خاصة من المنصرين وأمثالهم بيرد يقولوا إيه، يقول لا ده دليل على إن القرآن متاخد من الإيه، من كتب أهل الكتاب. كلام يعني ركيك جدا وفي غاية الضعف، لأن هو النص واحد، لكن هي مسألة تختلف حسب كيف تريد أن تفهمها. هو عايز يفهمه بطريقة منحازة إلى ضلاله المبين، فذلك يلوي عنق النصوص ويحرفها. بالعكس العاقل يقول إيه لا ده هذا التشابه وهذا التماثل يدل على أن مصدرهما واحد، وده نفس المنطق الذي اعتمد عليه مين؟ ورقة بن نوفل. أول ما أخبرته يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل حينما اصطحبته خديجة، قال إيه أول ما سمع قال إيه هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى إلى آخره. كذلك النجاشي لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عليه سورة مريم قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، وده سر كبير، السر في ربط موسى بمحمد. حتى في سورة الأحقاف إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لأن الإنجيل لأن التوراة هي الأساس، الإنجيل جاء إيه مكملا ومتمما، لكن الكتاب الأساسي هو التوراة. بجانب إن في تشابه شديد جدا بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام،
وبين أمة موسى وأمة محمد. وذلك نجد القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا يربط بين موسى ومحمد، كما في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بعدها إيه؟ وآتينا موسى الكتاب. دائما كتير جدا في القرآن ستجدون في ربط خاص بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فالمؤمن يرى أن هذا دليل على أن المصدر واحد، مريض القلب حسب هو النص واحد، لكن هو يراه حسب ما يريد أن يوظفه لخدمة ضلاله، فيقول لا ده دليل على أن القرآن متاخد من الإيه؟ من الكتب هم يعني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن في قوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك القدس، ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل. وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وأقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيهما أو فيه، وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. وطبعا سبق في إحدى المناسبات أن احنا تكلمنا على ما فعله الدكتور صفر الحوالي في كتاب أظن انتفاضة الغضب أو شيء من هذا، كان له كتاب جيد يعني، فهو عمل فيه إجاب جميع النصوص التي تتكلم عن مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى. كلام مدهش يعني، يا ليتني تذكرت كنت أحضرته يعني. كلام في غاية العجب، بيوصف أحوال العباد في هذا البيت، بيت الله سبحانه وتعالى، يعني عشرات الصفات لا تنطبق في الوجود إطلاقا إلا على مكة المكرمة وعلى الحج. أن الناس يلبسون الإزار الأبيض، الإزار ورداء البيض، وأنهم يفعلون كذا ويقبلون الحجر، هذه موجودة في توراتهم، واضحة جدا أن نقصد بها مكة. هم لا، اليهود بيقولوا إيه؟ لا، دي ما هيكل سليمان حينما يعاد بناؤه. فنفس النصوص يعني هنا تدل تماما على مكة المكرمة وعلى أفعال الحجاج بالتهليل والتسبيح وتعظيم الله وتوحيده، وهم يحرفون بأن المقصود ده لما يعاد بناء هيكل سليمان هيحصل فيه هذا الكلام. فبتكلم نصوص مفصلة جدا، حتى الأضاحي والذبائح والطواف وكل هذه الأشياء، ومدح بناء الكعبة المشرفة ووصف البناء بأنه كعبة. نرجو أن تأتي فرصة ونحاول نتذكر ونجيب لكم النصوص دي، لأنها فعلا كانت لفتة جيدة جدا يعني. يقول شيخ الإسلام: فقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طور سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبال فاران. ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني، فقدم الأسبق فالأسبق، وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما لشأنها، وذلك لتعظيم قدرته سبحانه وآياته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، فختمها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطور سينين ثم بمكة، لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل، وكذلك الأنبياء، فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة، فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحب الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح، ثم بالجاريات يسرا. هو الحقيقة باب مش عايزين نفتحه لأن لازم نديله حقه لو فتحناه،
بيقول هنا واستظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى والتين يعني به شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي تحرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي، لأن تعاليم بوذا لم تكتب في زمنه وإنما رويت كالأحاديث بالروايات الشفهية ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى أتباعها. ثم قال والراجح عندنا بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية أنه كان نبيا صادقا ويسمى سكيموتي أو جوناما، وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي وأرسله الله رسولا، فجاءه الشيطان ليفتنه هناك فلم ينجح معه. ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين وتسمى عندهم التينة المقدسة وبلغتهم أجابالا. ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة المحاتي منه تعالى لهدايتهم ونفعهم في دينهم ودنياهم، فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمم الأرض وأكثرهم عددا وأرقاهم. يعني هو حقيقة كلام يخوف شوي، أن البوذية هو لا يبعد أن البوذية تكون أصلها دينا سماويا ثم حرفت، هذا لا يبعد، لكن يحتاج نوع من التوثيق مش مجرد افتراض كده. وإن كان مثلا ديانة زي الهندوسية عندنا أدلة قوية جدا على أن أصلها أنها ديانة سماوية الهندوسية، وهو أن في كتبهم نصوص واضحة لا تقبل أدنى تأويل، وفيها باللغة السنسكريتية لفظ محمد بنفس النطق محمد عليه الصلاة والسلام. وقرأت بعض الأوراق كان يعني كتبها واحد إنجليزي ما فيش حد مسلم متدخل فيها، ده هو بيتأمل في الكتب بتاعتهم، فالغريب أنه جايب من نصوص كتبهم نصوص تصف غزوة بدر بمنتهى الدقة حتى بعدد الصحابة رضي الله عنه وعدد المشركين وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بمواقع مصارع القوم، كل هذا موجود في كتبهم الأصلية ومصورها باللغة السنسكريتية المعروفة في الهند. فلا يبعد أن يكون أصلها، حتى الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى كان حكى لنا أنه كان في اليابان أو بعض البلاد في شرق آسيا، فجاه وقت الغروب لقى ناس لابسين زي لبس الإحرام بتاع المسلمين وبيطوفوا بين جبلين سبع مرات رايحين جايين زي السعي بين الصفا والمروة، فقال ربما هذا يدل على أن دياناتهم أصلها الإسلام ثم طرأ عليها التحريف. وهذا طبعا يعني وارد مع لأن الله لم يضمن حفظ كتاب من العصمة ومن التحريف إلا القرآن الكريم، فحرفت اليهودية والنصرانية ولا يبعد أن تكون هذه. بس ده مش معناه أن احنا نعمل مهادنة مع هذه الأديان وأن احنا نمدحها، لا، هي حاليا وواقعا أنها أديان وثنية شركية، لكن لا يبعد أن يكون أصلها أنها أنبياء ثم حرفت هذه الرسائل والله تعالى أعلم. فبالنسبة لنا أحيانا تبقى سينين وأحيانا تقول سيناء أو سيناء، يقول السمين، وهذه لغات اختلفت في هذا الاسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الحقيقة هذه الآية بالذات فيها بحث مهم جدا، وإذا استوفينا ربما نتأخر حتى صلاة المغرب، فنكمل البحث فيها إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم في مسجد الفتح إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.